السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 109 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس رقم 24 بعنوان الوحدات الزراعية تحويل ومقارنة وترتيب. ماذا نقصد بالوحدات يعني الزراعية؟ كنقصد بها الآر والسنتيار والهكتار، يعني غادي نربطوهم كذلك مع وحدات قياس المساحة. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول أو التمرين المخصصة للحصة الأولى، أكتشف وأتمرن. تستخدم ثلاث وحدات زراعية لقياس مساحة الأراضي الفلاحية وهي الهكتار ونرمز لها ب H A، والآر ونرمز لها ب A مينيسكيل، والسنتيار ونرمز لها ب K يعني C A، بحيث عطينا هنا أن واحد هكتار كيساوي لنا واحد هكتومتر مربع، واحد آر يساوي واحد ديكامتر مربع، واحد سنتيار يساوي واحد متر مربع. وتميم معيالي، إذا هنا فاش كنكونوا في القسم في هذه المرحلة ضروري ما نكون بريزونتيت الجدول ديال، نبدأ بعدا بوحدات قياس المساحة. نذكر جدول التحويلات، وفاش غادي نسالي من وحدات قياس المساحة وجدول التحويلات، في هذه الحالة هذه كنحاول نعطي نقدم الوحدات الزراعية جديدة ثم أربطها، يعني كنوضعها في الأماكن ديالها، ونخدموا بعد التحويلات على جدول على يعني على الألواح. عاد غادي ندير التمرين الأول، الجدول هو كالتالي. هنا وحدات قياس المساحة واللي كل وحدة كنقسموها لجوج الخانات، وهنا كنربطوها بوحدات قياس الزراعة، ولا الوحدات الزراعية واحد هكتار هو واحد هكتومتر مربع، واحد آر هو واحد ديكامتر مربع، واحد سنتيار هي واحد متر مربع. وهذا الجدول غادي يحتفظ به أو لكل تلميذ متمكن منه، لأنه غادي يحتاجو طيلة هذا الدرس، وهو اللي غادي يعني نستعمل باش نلقى هاد الوحدات هذه. يعني واحد هكتار شحال كيساوي لنا من آر؟ كيساوي لنا من آر كيساوي لنا 100 آر. واحد آر كيساوي لنا 100 متر مربع يعني 100 سنتيار. واحد هكتار كيساوي لنا 10,000 متر مربع. ثم ننتقل للسؤال الثاني. قطعة أرضية قياس مساحتها 8 هكتار 32 آر و 15 سنتيار، ما هو قياس مساحة هذه القطعة بالمتر مربع ثم بالكيلومتر مربع؟ هنا ضروري من استعمل الجدول اللي عندي. فانت غادي دير 8 آر 8 هكتار 32 آر و 15 سنتيار، شحال هي من المتر مربع؟ هي غادي نقرا هاد العدد كامل 83,000 متر مربع. إلا بغيت نحولها للكيلومتر مربع تكون عندي هنا صفر، إذا صفر فاصلة صفر 83,215، صفر فاصلة صفر 83,215 هذه الهكتومتر مربع، أما متر مربع هي 83,215 المتر مربع. أعبر عن قياس هذه المساحة بالهكتار ثم بالآر، يعني غادي نحاول نحولها هنا بالهكتار، غتعطيني 8,3215، بالآر هي 282,15. يريد مالك هذه القطعة بيعها ب1200 درهم لكل متر مربع، ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه بعد بيعها؟ شنو غادي يدير؟ 1200 درهم مضروبة في 83,215 مضروبة في 83,215. نمر إلى التمرين رقم 2. أعبر عن القياسات التالية بالآ ثم بالهكتار. أنا كل نتيجة بعد ما استعملت الجدول من طبيعة الحال، هانتوما اللي بالآر ديجا بالأزرق واللي بالهكتار هما بالأحمر. نحاول نخلي لكم النتيجة بعد الشيء.
ثم اقرا هانتوما 43 هكتومتر كتساوي لي 4300 الار، وهي في نفس الوقت هي 43 هكتار. ثم انا 36 متر مربع هي 0.36 ار، وهي 0.00 36 هكتار. بالنسبه ل 234 متر مربع هي 2.24 ار، وهي 0.0224 هكتار. 0.9 كيلومتر مربع هي 9000 الار، وهي اللي كتساوي 900 هكتار. بالنسبه لهنا 3 كيلومتر مربع هي 30000 ار، وهي 300 هكتار. بالنسبه لنا 8000 متر مربع هي 80 ار و0.8 هكتار. 87 ديكا متر مربع هي 87 ار، وهي 0.87 هكتار. 700 هكتومتر مربع هي 700 هكتار، وهي 70000 ار. هذا كل ما يخص التمارين الموجوده في صفحه 109. كنتمنى تكونوا كتستافدوا، كنتظر الدعم ديالكم للقناه عبر وضع جيم وكومونتير في كل فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واحد الاشاره فقط، راه ما كنبغيش نرسم الجدول ونبقى نشرح لكم شويه بشويه، حيت فاش كنقلب في اليوتيوب كنلقى دي فيديو لي طوال ويقدروا ما يكونوش متناول للجميع، لذلك كنحاول نعطيكم ما قل ودل. قبل ما تشوف اي فيديو كما كان ديال هذه القناه او قناه اخرى، حاول تخدم التمرين واجي صحح التمارين ديالك. الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس لتوصل بكل شيء جديد.